في مبادرة جميلة قامت بها مؤسسة الهلال للنشر، أقيم معرض الكتاب في مجمع الإنماء حيث خصصت الجزء الأكبر منه للأطفال. تفاصيل أكثر عن المعرض في سياق تقرير الزميلة أمان الخليفات. يقال بأن الكتب نوافذ تشرف منها النفس على عالم الخيال، فبيت بلا كتب كمخدع بلا نوافذ، فللقراءة من الكتاب نكهة خاصة تتفوق على غيرها عندما نطالع الحرف مستلقيا على الورق، وما أجمل من ذلك إلا رائحة الحبر التي تتسلل إلى رئتي القارئ وكأنها نوع من أنواع المسك. ولأهمية القراءة عند الجميع بشكل عام وعند الأطفال بشكل خاص، كان لابد من إقامة معارض للكتب تخاطب عقول الأطفال لتفتح المجال أمامهم لإشباع رغبة القراءة لديهم وحب الاطلاع، وهذا ما حرصت مؤسسة الهلال للنشر على فعله في آخر فعالياتها، حيث أقامت معرضا للكتاب خصصت الجزء الأكبر منه للأطفال. معرض الكتاب طبعا مثل ما تشوفون يضم مجموعة كبيرة من الكتب من تقريبا 50 دور للنشر من عدة دول عربية وخليجية. يعني القراءة شيء جدا مهم، زين، وإحنا سوينا فوكس على الأطفال لأن هي أول مرحلة كتأسيس، لأن في ذي المرحلة يعني الواحد يقدر يزرع ثقافة معينة في الطفل عشان لما يكبر تتم هالعادة معاه. الاهتمام بالطفل من كافة النواحي هو أكبر دافع له ليكون مبدعاً منذ صغره، وللقراءة مكانة خاصة لدى الأطفال، فمن منهم لا يعشق قراءة القصص والحكايات؟ طبعاً ذي شيء وايد يشجع الأهل على حب القراءة، يشجعهم على أنهم يطلعون على الكتب الجديدة والأشياء اللي الابتكارات الجديدة قاعدة تنزل لهم، شلون يعني يحببونهم في القراءة من عدة نواحي، من نواحي مثلاً الرسم، التلوين، كتب اللي فيها قصص شيء قصيرة. طبعا حاولوا انهم يسوون لهم برامج خفيفة، هاي البرامج هي بعد تجذبهم حق هاي نفس المكاتب اللي يقومون فيها في مملكة البحرين. كتاب الطفل هو خطوة نحو مستقبل أكثر ثقافة وتميزا بشبابه الواعي والمطلع منذ صغره. مشكورا، جزاكم الله خير، واستفدنا من معرضكم وايد، إن شاء الله نزورها كل مرة. خذيت وايد قصص بقراها عشانكم. أنا أحب القصص، المعرض حلو بس أنا أقرأ القصص كل. معرض وايد حلو، أنا وايد أحب القراءة، وايد قريت، مشكورين. ويذكر أن معرض الكتاب انطلق في 25 من شهر يوليو، وكان من المفترض أن يسدل الستار عنه في منتصف الشهر الجاري، ونظرا للإقبال الكبير عليه فقد تم تمديده إلى 22 من شهر أغسطس الحالي. أمان الخليفات لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.